تم إعلان الموعد. ماذا سيحدث في تتويج الملك تشارلز الثالث؟ أعلن قصر بيكنغهام الثلاثاء أن الملك تشارلز الثالث سيتوج في 6 مايو 2023 في كاتدرائية وستمنستر في لندن إلى جانب زوجته كاميلا في مراسم تتطلع إلى المستقبل. وبعد 8 أشهر على وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في 8 سبتمبر عن عمر يناهز 96 عاماً، سيترأس الاحتفال الديني وفقاً للتقاليد رئيس أساقفة كونتربري جاستن ويلبي. وقال قصر بيكنغهام في بيان أن التتويج سيعكس دور الملك اليوم مع التطلع إلى المستقبل رغم تجذره في التقاليد العريقة والأبهى الملكية. ويتوقع أن يحافظ الاحتفال في بلد يعاني حالياً من أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة على تقاليد التتويج في النظام الملكي البريطاني المعتمد منذ 1000 عام مع إدخال عناصر حديثة. ويقام هذا الحدث تقليدياً في الأشهر التي تلي اعتلاء العرش. تسمح هذه الفترة بمراعاة فترة الحداد الوطني والحداد الملكي في آن وتنظيم الاحتفال. I'm here today at a time of great personal sorrow as we mark the death. وفي التفاصيل التي أصدرها قصر بيكنغهام حول التتويج، سيتم تتويج الملك في 6 مايو من العام المقبل. ستقام مراسم التتويج في ويستمنستر أبي، المكان نفسه الذي أقيم فيه جنازة الملكة إليزابيث. يتألف التتويج من عدة مراحل أساسية، تبدأ بالاعتراف حيث يقف الملك على مسرح كنيسة ويستمنستر ليظهر أمام الشعب. سيعلن رئيس الأساقفة تشارلز ملكاً ويطلب من المصلين والجوقة إظهار إجلالهم من خلال الصراخ حفظ الله الملك تشارلز. سيتوجه الملك بعد ذلك للمذبح حاملاً سيف الدولة. سيقبل الكتاب المقدس ويوقع القسم. بعد القسم يمسح الملك بالزيت المقدس ويباركه رئيس الأساقفة بينما تغني الجوقة النشيد الوطني. My wife and I are immensely proud to be able to share this historic moment with you. There could be... بعد ذلك يرتدي الملك ثوباً أبيض بلا أكمام ثم رداءً من القماش الذهبي. يتوجه الملك بعد ذلك باتجاه العرش ويقسم الأساقفة بالولاء ويلمسون التاج ويقبلون يد الملك اليمنى. سيتم تتويج الملكة كاميلا في حفل مماثل ولكن أبسط بعد الحفل الأساسي. وتوفيت الملكة إليزابيث في 8 سبتمبر في قلعة بالمورال منزلها الصيفي في المرتفعات الأسكتلندية بعد جلوسها على العرش 70 عاماً وتولي ابنها تشارلز العرش من بعدها.